إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. تعالوا بينا كده نشوف فكرة على الفيرست ليسون اللي هي بيقول لي all of the following not standard. تاني الراجل الجميل ده بيقول لك all of the following not standard position except not except. لازم تتعود تقرا السؤال كويس، يعني كلهم not standard. تعالى كده ندور مين نوت ستاندر. طب مش الاول تفكرني هي الستاندر بوزيشن بعرفها ازاي؟ اقول له ايوه، لازم يبقى الفيرتكس بتاعها خارج منين؟ من الاوريجن. طب يا مستر اهو خارج من الاوريجن، وده كمان من الاوريجن، وده كمان خارج من الاوريجن. طيب ده الفيرست كونديشن، بس هو كمان لازم يعمل فيرفي ويحقق شرط تاني، ان لازم الانيشال بتاعه يبقى طالع من الاكس بوزيتيف، لازم يبقى طالع من ده. تعال نبص على ده طالع من هنا، يبقى انت نوت ستاندرد، عشان الراجل ده جاي بيقول لك اهو جاي من هنا، جاي من النيجاتيف مش البوزيتيف. طيب تعال نشوف الراجل ده بيقول لك انا جاي من هنا، يبقى برضو ده نوت ستاندرد. طب تعال نشوف ده، ها وده نوت ستاندر. ليه؟ لان الفيرتكس مش الاوريجن، يبقى انت نوت ستاندر. الله، فعلا all of the following not standard except، يعني ما عدا واحده، هي دي. ايوه اهو جاي من الاكس اكسس بوزيتيف، وادي الفيرتكس بتاعتها اوريجن بوينت، يعني دي كانها بالظبط حبيبي عامله كده اهي اهي، بقى دي هي دي. ايوه تعالى بقى نتعود نقرا السؤال، ناخد بالنا لو قال لي كلمه اكسبت اوعى تتسرع في الاجابه. حبايبي الراجل ده بيقول لك الميجر اوف انجل مديني 45 بلس، وهنا 4n بلس 1 تايم 90، يا ترى لاي في انهي كويدرانت؟ حبيبي انا عارف ان انت حافظ وزي الفل، بمنتهى البساطه ان انت بتعمل كده، ادي 0 90 180 270 360، ده الفيرست وده السكند وده الثيرد وده الفورث. يا مستر امتى؟ لو انا بقول لك 30 400 250 مدي لك ديجري، لكن الراجل ده هنا ما ادانيش ديجري يا مستر. اقول له لا هو مديك بس انت مش عارف ازاي. تعال نمسك دي 45 بلس ومديني هنا تايمز، تعال نسيب ال 45 وناخد ال 90 نعمل لها تايمز 4n، وناخد ال 90 تعمل تايمز 1، كاني بعمل ديستريبيوت. يبقى خدت ال 90 عملت تايمز. بص بقى، طب يا مستر ما انا دي ودي بقوا بالديجري 135، وال 90 تايم 4 يديني 36n. خد بالك بقى معايا، المفروض ان حضرتك تبقى عارف ان انت اتعلمت حاجة اسمها equivalent، يعني ال 135 دي لو زودت عليها 360 تبقى equivalent الانجل جديدة، والان دي بلونجس للزد سواء زودت او نقصت، يبقى انا ماليش دعوة بال 360 وابتدي العب مع مين؟ ال 135. يا 135 انت دلوقتي اقدر احكم عليكي واقول انت في انهو كويدرانت؟ يا مستر اعمل مربع صغير 0 90 180، الله ده بقت موجوده هنا، يبقى موجوده في انهو كويدرانت؟ السكند. حبايبي سكندري 1، كل سنه وانتم طيبين. ثيرستر 2022، هنعمل النهارده ريفيجن على الدايركتد انجل عشان نفنشها وندخل على حاجات جديده. لو تلاحظ انا جايب لك مجموعه اشكال، ممكن الراجل ده يجي يقول لك كده فايند ذا ميجر اوف دايركتد انجل سيتا، ومديك السيتا بالشكل ده. خد بالك انا عايزك تبص على الشكل ده والشكل ده،
اشمعنى دول بالذات؟ عشان حبيبي وانت بتتعلم السنة دي اتفقنا ان انا عندي الدايركتد، يا اما كلوكوايز يا اما انتي كلوكوايز. استنى يا مستر انا مش فاهم، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ بص بقى معايا كده، تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه كلوكوايز وانتي كلوكوايز. بص حبيبي، كلنا عارفين الدايركشن بتاع الايه الكلوك. لو انا هنا 12 ومشيت ناحية ال1 ده يا مستر اللي نقول عليه كلوك وايز، انا ماشي مع عقارب الساعة. لو مشينا من 12 لل11 فانا ماشي عكسها فاقول انتي كلوك. ادي اول حاجة، لو انا 12 وجت بعد كده 1 يبقى انا كده ماشي معاها، مش هنقول بالعربي، نقول كلوك وايز. لو رجعنا في الدايركشن لل11 اسمها انتي كلوك. طيب يبقى دي اول حاجة، تعالى بقى نشيل دي وتعالى هنا. بص بقى الرول بتقول ايه، لو انا بصيت على الدايركشن وكان كلوك، الانجل اللي انا هديها لك تعمل ماينس 360. لو انا انتي كلوك تبدا بال 360 وتماينس منها الانجل اللي انا مديها لك. يا مستر مش فاهم كلامك، بص بقى يا عم اهو، بص كده الراجل الجميل ده مديني الدايركشن بالشكل ده، يا ترى ده كلوك وايز ولا انتي كلوك؟ اقول له ده ماشي عكس يبقى ده انتي، طالما انتي كلوك يبقى ال 360 اعمل منها ماينس ال 200. كده اقدر اجي اقول لك السيتا اللي انت بتسال عليها اللي هي دي تبقى بكام ديجري. طب نقول تاني، بص انا ماشي ازاي؟ ماشي كده يعني جاي كده، يبقى انا كده كلوك وايز. طالما كلوك وايز يبقى اخد ال 50 اللي انا مديها لك وماينس منها 360 تديني السيتا اللي هو عايزها. ادي يا بابا جزء جميل، يجي لك كومبليت، يجي لك تشوز، يجي لك سؤال كامل لازم تتدرب عليه.